مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده 20 رمضان، يعني كلها 9 ايام، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين على العيد، ونستنى يا رب يعيشنا للسنه الجايه ويبقى رمضان كريم. الفرقه وحشتوني يا جماعه، والله الفرقه زي الفل، وانا كنت جاي بصراحه قافش، بس انتوا سلطمتوني بالغنوه اللي عملتوها. انا بتكلم جد يعني. اولا عايزين هتكلم معاكم، انتوا ايه رايكم في حكايه رفض حماس للمبادره المصريه دي؟ انتوا موافقين؟ يعني مصر بتحاول تقدم مبادره عشان نوقف طيار الدم اللي بيحصل في غزه والاجتياح الاسرائيلي الجبان لغزه، يقوموا عشان مصر اللي مقدماها، يقوم بتوع حماس بتوجيه من التنظيم الدولي الاخوان يرفضوا مبادره وقف الدم الفلسطيني. فاحنا بقول لك لازم نحل حل كل، يعني هتحلوا قضيه فلسطين اليومين دول يعني ولا ايه؟ الحقيقه يعني زي ما انا قلت اول مره، في لعبه كده مش مفهومه، يعني مش عايزين تحلوا انتوا احرار، مصر بتعمل اللي عليها، امريكا وافقت على المبادره، اسرائيل وافقت على المبادره، الوحيدين اللي ما وافقوش على المبادره للاسف هم بتوع حماس. مش مهم الدم الفلسطيني رخيص وكل حاجه رخيصه، اهم حاجه عندهم انهم يقعدوا يفتحوا انفاق ويضربوا لنا خطوط الغاز في العريش ويموتوا لنا ناس في رفح، واخد بالك، واللي غلط في نفس يعقوب. يعقوب مين مش عارف، بس هو يعقوب يعني. احنا النهارده عندنا فقرات كتير جميله. اول حاجه بعد الفاصل على طول، او بعد ما نقدم الشويه دول، هنستضيف الاعلاميه الزميله مفيده شيحه، وهنستضيف الشيف الشربيني. طبعا انا مش فاهم انا ايه علاقتي اصلا بالطبيخ والشيف الشربيني، بس هم قالوا لي هتتكلم مع الشيف الشربيني، فانا قلت خلاص ماشي، في رمضان الواحد بيبقى صايم والاكل بيبقى له طعم تاني مختلف يعني. فهنستقبلهم ان شاء الله بعد الفقره دي. وبعد كده عندنا شوية نجوم بجد من الوزن التقيل، عندنا نجوم اللي عملوا قاسم امين، المخرجة المبدعة والاستاذ طبعا انعام محمد علي العظيمة، انعام محمد علي بكل تاريخها الرائع، وعندنا كمال ابو ريا، وعندنا مش عايز اقول، وعندنا ابطال لن اعيش في جلباب ابي، منال سلامه والعظيم عبد الرحمن ابو زهره، سردينه، مين فينا محبوش وعاش معاه، كل ما يجي المسلسل ده اقعد اتفرج عليه تاني كاني بشوفه اول مره. عندنا فقرات كتيره جدا النهارده، وان شاء الله تبقى ليله جميله. وهقول لكم سؤال الحلقه ثانيه واحده اهو، قاعده المعده تقول لي سؤال الحلقه. حاضر والله هقوله يا ست ما تقلقيش، هقوله اهو. سؤال الحلقه النهارده: من الذي بنى القلعه في القاهره؟ يعني حتى عيب حتى يعني، انتوا تسهلوا الاسئله ليه كده يا جماعه؟ يعني قبل كده مش عارف قلتوا من الذي لقب مش عارف بالارنوبي ولا القرطوبي ولا ايه؟ ارطبون العرب، فمين ارطبون ده؟ طبعا لولا كان معانا الاستاذ العظيم المؤلف ما كناش عرفناه. من الذي بنى القلعه في القاهره؟ محمد علي باشا، صلاح الدين الأيوبي، المعز لدين الله الفاطمي. وجائزه اليوم عمره، والفائز في حلقه اول امس الاربعاء الموافق 18 رمضان في مساء الخير، والجائزه عمره ايضا، كان الاسم الاستاذ هيثم احمد محمد عبد المجيد. يا هيثم محمد، هيثم معانا على التليفون؟ ايوه يا فندم حضرتك. يا هيثم الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا معالي الباشا. انا شايفك يا حبيبي، الف. انت سنك كام سنه يا هيثم؟ انا 45 يا فندم. حسيت ان هيثم ده ممكن نروح مارينا، بس يعني حلقتك 45 قريب مننا. لا تمام يا حبيبي، عمره مقبوله، والف الف مبروك. واحنا يعني مش عايز اقول لك انت طالع عمره كمان في توقيت، يعني يا رب يكون عتق من النار، ودعواتك لينا هيثم. اللهم امين يا رب العالمين. والله انا فخور جدا جدا، ويعني في منتهى السعاده ان انا بسمع صوت حضرتك. وقبل ما نكلم حضرتك انا طبعا بنوجه شكري وتحياتي الخاصه للمهندس الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد الامين، اللي هو رئيس مجموعه قنوات CBC ورئيس مجلس اداره. والحقيقه يعني هو فيها يعني ذاخره مليئه بالنجوم الحقيقه، يعني دي من افضل القنوات اللي احنا بنحييها وبنحبها على ملأ الدنيا بحالها. الحقيقه هي بتقدم وجبات جميله جدا، بتقدم عمرات من الصعب ان الواحد. يا هيثم، بقول لك لما تيجي تقدم على البرنامج ده انت بتتكلم كويس قوي احسن مني يا فندم. انت استاذنا احنا يا حبيبي هيثم. انت منين يا هيثم؟ انا من شبراخيت يا فندم، محافظه البحيره. محافظه البحيره، دمنهور يعني؟ دمنهور، 5 شارع النادي المصري امام مجلس مدينه شبراخيت يا فندم. يا اهلا وسهلا بيك وباهل دمنهور وباهل البحيره، ويا رب تكون عمره مقبوله ودعواتك، وان شاء الله يا رب بعد كده تفوز بالحج عشان يبقى عمره وحج. متشكرين يا استاذ هيثم. زي ما قلنا لكم هنطلع فاصل وبعد كده هنستقبل الاعلاميه الزميله مفيده شيحه والشيف الشربيني، انتظرونا بعد الفاصل. خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك، ليه خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك، فين اهرب من حبك وروح منك لله بدموع الحيران وعيوني السهرانة بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة بدعي لك يا أنا روح منك لله. عذاب وقسيم وهواني ما بعده هوان، كان حبك عذاب وقسيم وهواني ما بعده هوان، لو كان الغرام بإيديا ما كانش جرى اللي كان، يا خاين ملكش أمان وريت العذاب ألوان، يا خاين ملكش أمان وريتني العذاب ألوان، ليه 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 خلتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك، فين أهرب من حبك وروح منك لله بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة بدعي لك يا أنا روح منك